خالد، أبوك هيموت. أعمل حاجة؟ اطلع يا عمي عشان تستريح. يلا بابا اطلع رايح. سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. كنت متأكدة إن هي دي هتبقى نهايته. أنت بتقولي إيه بس يا راوية؟ ما هو اللي زي أخوك ده ملوش غير نهاية من اتنين، يا إما مسجون يا إما مقتول. هو كان عاتق حد؟ افتكر اللي عمله فينا. خلي بالك أنت بتتكلمي على أخويا، الله يرحمه. يرحمه؟ ليه؟ هو كان رحمنا وإحنا عايشين عشان نطلب له الرحمة وهو ميت؟ هو في إيه؟ هو انت قلبك بقى اسود كده ليه؟ وبعدين انا ابويا لو سمعك هيموتك. يموت مين؟ انت غلبان قوي. اسمع اللي هقول لك عليه وخليه حلقه في ودنك. اخوك وهو عايش كان مخلينا خدامين عنده، كانت كل حاجه ليه. دلوقتي ما عادش غيرك وما عادش ليك حاجه. طب بذمتك، بذمتك ده وقته؟ وقت ونص. وانت زعلان عليه قوي كده ليه؟ مش هو ده اللي كان مخليك زي كرة الشراب في رجليه يشوطك وقت ما يحب؟ مش هو ده اللي كان مكره ابوك فيك وكان متكوش على كل حاجه في كرشه بحجه ان هو كبير العيله واللي فاهم كل حاجه؟ وهو كان صايع وضايع. راسي من امتى يخلوه ده؟ من امتى يبطأ؟ وكل ده عشان ايه؟ عشان اخوك اللي بهدلني وبهدلك. لعلمك بقى كل يوم كنت بتمنى انه يغور ويروح في 60 داهيه. طب اخلصي بقى، اخلصي بدل ما اموتك انا. اخوك طلب من ابوك انه يعملوا توكيل عام باداره كل املاكه. تعرف دي ولا ما تعرفهاش؟ انت كدابه. انا كدابه؟ روح اسال كمال مدير حسابات الشركه وهو يقول لك. وكمان طلب ان المصنع يتكتب له بيع وشراء. عارف ليه؟ عشان انتي من وجهة نظره هبلة وعبيطة وبريالة، ولو مسكت أي حاجة من أملاك أبوك هتبددها. عرفت ليه بقى أنا مش زعلان عليه؟ عرفت هو كان ناوي لك على إيه؟